الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. موضوع محاضرتنا اليوم مفرق شوي عن من وحي عاشوراء. هنتعرض لمواضيع سلط الناس عليها الضوء كثيرا من المدارس والمدارس المضادة. للأسف تتحول عاشوراء اليوم إلى معركة، يعني مش للأسف، يمكن الله عز وجل يريدها أن تكون كذلك، مش فقط على المستوى العاطفي أو على مستوى الدمع، ولكنها على المستوى الفكري والعلمي. اليوم هي خصوصا هذه السنة أضحت عاشوراء، ذكرى عاشوراء، ذكرى فيها حرب فكرية شديدة يعني ما بين الناس والفئات، وصار فيها تعرض أفكار كثيرة، وصارت كمان منطلق لهجوم على الإسلام وهجوم على التشيع. لأن الإمام الحسين صاغ هذه الفكرة الكبرى لعاشوراء، صاغ هذه كل الأشياء اللي قدمها وكل التضحيات، الحمد لله بلشت تجيب يصير في عندها نتيجة، خصوصا على المستوى الشيعي. يعني المستوى الشيعي صار عندنا الحمد لله وعي، وهذا الوعي بلش يتبلور باتجاهات معينة. هلا الاتجاهات التي بلشت تتبلور هي خروج المدرسة العرفانية إلى العلن أكثر وأكثر. يعني بلشت تتألق خروج المدرسة العرفانية، لأن الناس بلشت تزهق من التفاصيل القديمة اللي ضلوا 1400 سنة عليها. صار عم يصير في فلترة كتير للتقديم، كيف تقدم عاشوراء. صاروا الناس عم يطالبوا بعاشوراء بمعرفة الإمام الحسين من النورانية، معرفة عاشوراء لماذا الله عز وجل أعطى للإمام حسين هذا المركز. ليس فقط هذا المركز، الأسئلة التي تطرح، أنه المسلم بن عقيل لما سلم على الإمام الحسين، لدينا روايات، ولما قبل استشهاده، قبل استشهاده المبارك، سلم على الإمام الحسين والإمام الحسين رد عليه السلام. يعني كان في ناس موجودين في روايات أنه نظر الإمام الحسين صوب الكوفة لما سلم عليه مسلم بن عقيل قبل استشهاده، ورد عليه السلام وتحدث معه بهذا المعنى. وهذا الشيء بلش ينكشف اكثر واكثر، انه الامام الحسين والله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء يعرفون الغيب. والغيب بالتحديد هو ليس شيء غير معروف، الغيب هو شيء معروف. واذا نحن حتى رجعنا للامام، عفوا، للنبي ابراهيم عليه السلام، كان يعرف، وكل الائمه كانوا يمر، عفوا، الانبياء يمرون على كربلاء ويبكون هناك. يعني الله عز وجل ينبئهم انه هنالك ذبيح، ذبيح الله عز وجل الذي سوف يستشهد في هذه المنطقة، واستشهاده هو لله عز وجل، سوف يكون هو الذي يغير، يؤهل ويمهل لدولة الإمام المهدي سلام الله عليه. هلأ صرنا عم نفهم أكثر أنه المعرفة بالنورانية هي معرفة مهمة جدا، وليست معرفة أنه هل الإمام الحسين قادر أن يشرب ماء أو لم يشرب ماء، أو هل وجود هنالك كان مهم لانطلاق شيء مهم أو لم يكن مهم. يعني هذه المواضيع صار لازم نتخطاها، صارت مسألة الولاية التكوينية لأهل البيت صارت مسألة لازم تكون عادية، معش لازم ندخل فيها في نقاش، لأن هي كلياتها مبرهنة صارت. يعني الإمام الحسين برهنها، مسلم بن عقيل برهنها، أما بعد منهم برهنوها، الإمام المهدي سلام الله عليه برهن هذه المواضيع، صارت الحمد لله عنا، صارت من المسلمات. وأي شخص بيخرج عن هذا الإطار مباشرة بينعرف. يعني صار الإمام الحسين مثل بياض وسواد. من الأشياء اللي هلأ صارت تتألق في المدرسة العرفانية هي مسألة مهمة جدا. المسألة الأولى هي صاروا الناس عم بتعدوا عليها من أي ناحية، إنه صارت هي الشغل الجديد لهم، البزنس الجديد، انه في ناس بتعرفوهم متسلقين دائما، يعني بتسلقوا على اي موضوع. المواضيع اللي بتسلقوا عليها بالسابق الدمعة، تجارة الدمعة مثل ما بيقولوا لها، بس ولكن الدمعة واجبة، الدمعة واجبة. هلا بدخل فيها بأي اساس، بأي الاساسات التي تدخل فيها. فناس لقوا انه لا، النورانية هلا صارت، في ناس، في شباب خصوصا عم يتجهوا صوب النورانية، عم بيحاولوا يروحوا صوب السلوك، عم بيحاولوا. ليش؟ لان درسنا التاريخ من قبل. شوفوا، يعني انا بدي استعرضها سريعا لحتى ندرس المنطق اللي لها، لحتى نوصل لنتيجة مسلمة في عاشوراء، لحتى نقدر نعرف الإمام الحسين أكثر وأكثر. من خلال كل الخطوط الإسلامية، الخطوط التقليدية والخطوط الغير تقليدية، وكل المذاهب التي حتى طلعت من مذهب أهل البيت، وكل الأفكار وكل الأشياء التي من 1400 سنة لهلأ، إذا أردنا أن نضعها كلها في ميزان ونرى أي أفضل طريق يوصل لله عز وجل، مش بسرعة، هذا أكثر طريق في بلاء، وأكثر طريق هو في غربة، هذا وأكثر طريق يوجد عليه الشيطان.
هو طريق العرفان، العرفان معرفة الله عز وجل. ليش أكثر هي؟ لأنه أكثر طريق إذا نحن تمسكنا فيه نصل مباشرة إلى ما يريده الله عز وجل. وعندي أدلة، انظروا مثلا إلى الثورة الإسلامية في إيران، انطلقت من قبل عدة ثورات في الوطن العربي وفي كل الأوطان الإسلامية، حتى في العام 1990. أنا لا أريد هلأ تدخلوا بمواضيع السياسة والبلدان، لأن للأسف ناس تتخذها موضوع القومية أنه هي موضوع، لا أنا باخذها من مواضيع التجربة. مثلا شوف الثورة اللي كانت موجودة في العراق بال1990 ضد الطاغية ولم تنجح. ليش؟ لأن مش لأن لا قدر الله في عدم إخلاص من الناس، لا، لأن الله عز وجل أرادنا أن نتعرف أنه الثورات الإسلامية التي تخرج بغطاء إسلامي، وأنتم هلأ انكشف المواضيع كلها، كل الأحزاب التي كانت تدعي التدين في تلك اللحظة، وحتى أعضائها الكبار اللي مؤسسين، بديش أدخل بالأسماء للأسف لأن حيصير في هجوم من هذا المنطلق، المؤسسين لتلك الأحزاب الإسلامية في ذلك الوقت على عهد الدكتاتور السابق المقبور، كلياتها كانت هلأ بلشت تنكشف أنه كانت فيها مصالح غير إسلامية. وانتصار الثورة الإسلامية في إيران كان بسبب أنه ارتباطها مباشرة بالإمام المهدي سلام الله عليه، وبطريق الإمام المهدي سلام الله عليه. نحن لا نريد هنا أن ندخل بين مستوى بمستوى القومية العربية والقومية الفارسية. للأسف في ناس بعد هلأ تفكر بالقومية، تفكر أنه هؤلاء أعداءنا نحن لازم نحاسبهم. لا، خلينا نفكر نحن في معرفة الله عز وجل، في مدرسة الله عز وجل، ماذا يريد الله عز وجل منه. وأنا لا أقول أن المدرسة العرفانية كلها اللي موجودة هلأ يعني يعلمونها في الدولة الإسلامية هي 100% مضبوطة، لا، للأسف صار في كتير تعدي. يعني هلأ في ناس كتير بيوصلوا اللي بيجوا لعندي بيقولوا أنه واحد ادعى العرفان هو من المدرسين للعرفان وظلنا معه فترة طويلة، وبعدين اكتشفنا انه هو انسان مصلحجي، بس اذا بده لمصلحته يقلب الامور كما يريد، يقلب ويرتبط بعرفاء كبار والاسماء الكبيرة اللي بيستعملها، بعدين بس نسأل العرفاء الكبار هل تعرف هذا الشخص، ينكر معرفته حتى بي، يعني حتى ما وصلني من احد الاخوة. فمنلاقي انه اريدكم ان تحذروا من هذا الاتجاه، اريدكم انه هذا الاتجاه توقفوا فيه هلا، لان الإمام المهدي سلام الله عليه هو الذي يتكفل مباشرة بالتعليم. العرفاء الموجودين اليوم على في عندنا موجودين لا يتعدون، لا يكادون يتعدون ال 17 أو 18 شخص، يمكن 20 شخص بالعموم، لا يكاد يتعدون هذا الموضوع. أي شخص يدعي هذا العلم فهو كاذب ومنافق. أي شخص بيقول لك أنا بدي أعلمك سلوك، السلوك في هذه القاعدة فقط. أنا بعرف عم بعتذر إنه عم بخرج شوي عن الموضوع، بس ولكن للناس المهتمين بهذه الأمور، السلوك بهذه القاعدة، أنت مش بحاجة تقرأ 20 كتاب عن كيف يتم السلوك، قاعدة واحدة اعرفها. أبسط الأشياء الله عز وجل، أبسط شيء هو خلقة الله عز وجل. إذا كان شيء بسيط يحتوي على كل شيء، شو هو؟ وأنا لم أقل هذه المقولة، قالها أينشتاين لما قدم النظرية النسبية. سألوه في ناس حاطين قاعدة كبرى، القاعدات هالقد كبيرة وقواعد رياضيات وكذا وكذا لحتى يكتشفوا ماهية النسبية، هو بكل بساطة قدم لهم هذه القاعدة وقال الله يعرف في هذا الشيء، يعرف في أبسط شيء يحتوي على كل شيء، يعني قاعدة صغيرة يحتوي على كل شيء، مثل أسماء الله الحسنى، مثل كل اسم من الأسماء يحتوي على علم كبير وهو مخلوق في حد ذاته، ولا ينسب لله عز وجل إلا بما نسب به نفسه. طيب كيف نعرف مسألة السلوك؟ نعرفها بهذه النقطة، نعرف السلوك بنقطة أن الله يرى فقط. إذا أنت طول النهار عم تفكر بحالك، لأن الله عز وجل أوجد في داخلنا هذا الفطرة، أنت مش بحاجة لأستاذ يعلمك سلوك، إن الله يرى. لما تشوفها يعني شو فطرتك طول الوقت، إذا بدك تيجي تتعدى على شخص تقول إن الله يرى، إذا بتلاقي شخص بدك تعمل أي شيء تسرق منه بتقول إن الله يرى، بمعاملاتك اليومية إن الله يرى، حتى بمحادثاتك مع زوجتك أو مع نساء من خارج إن الله يرى. فبتلاقي الله عز وجل موجود داخل دائما في قلبك، دائما موجود، فأنت تتعلم من خلال الفطرة التي أوجدها الله عز وجل هذا السلوك. والله عز وجل سوف يوفقك لحتى تروح على أماكن تتعلم منه خالص ومعدن علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إلى ماذا أريد أن أصل؟ أريد أن أصل إلى هذا الاتجاه المهم. الاتجاه المهم شو هو؟ معرفة الإمام الحسين سلام الله عليه بالنورانية. ولا يكون هذه المعرفة بالنورانية إلا بالبكاء. هلأ بيكون إلا البكاء.
وهذا سوف يتعارض هلا مع مسألة سوف أطرحها بالنسبة لي، وهلا بلشت تطرح بشدة، ويعتبرها الناس هذه انطلاقة للهجوم على العلم العرفاني لمعرفة الله عز وجل. مثل ما قلت لكم، شو هي هذه المسألة؟ مسألة المذكورة في كتب موجودة هلا على العارف الحداد. الحداد شو كان؟ كان حسب ما ذكر الكتب، كان لما يجي عاشوراء، وهذه مهم جدا أيها الإخوة، أرجو منكم أن تلتفتوا إليها، وتركتها سنتين تقريبا، سنتين موجودة على الإنترنت، ولم حط ما حطيت فيها أي فكرة ولا أي محاضرة من قبل، فقط لحتى أريكم من المدارس الأخرى التي تدعي العرفان أنها سوف تتهاوى وتسقط عندما تطرح لها أي مواضيع، سوف تتهاوى وتسقط. ليه؟ لحتى نبرهن العلم الذي يقول أن العلم هو أساس كل شيء، وليس الدين أساس كل شيء. العلم هو الذي خلق قبل الدين، والله عز وجل أخذ الدين من العلم. فالله عز وجل لما يقول أحاط بكل شيء علما، بيكون كل شيء علم، حتى الدين العرفاني هو علم، وليس شيء مجهول الهوية، لا، له أسس وله قواعد. لإلكم، لما قالوا بالنسبة للحداد، قالوا إنه هو لما يجي عاشوراء كان يرتدي البياض، ما بعرف إذا معلومة يرتدي البياض مظبوطة ولا لا، يعني يخلع عنه السواد ويتحول وجهه إلى نور، كان يبتسم، وكان يسألوه لماذا تبتسم بهذا المرحلة؟ قال إنه هذه شيء محبب إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، لأنه وصل إلى ما يريده من المرتبة، وهذه المرتبة هي شيء مقرب لأهل البيت سلام الله عليه، قال إنه يكونوا يستشهدوا لله عز وجل. الاستشهاد هو شيء مقرب للناس. فشو صار عندنا هون؟ صار عندنا تداخل فظيع. يعني شو هو التداخل؟ المدارس الأخرى للأسف الشيعية تتعدى على هذه المدرسة بهذه المسألة، تتعدى عليها بقوة، بيقولوا شوفوا أنتم مدرستكم لوين؟ مدرستكم بتوصل لأنه ترتدوا الأبيض على الإمام الحسين، ولا ترتدوا السواد، ولا تبكوا على الإمام الحسين، تريدون الفرح باستشهاد الإمام الحسين، وكيف تقلب الموازين؟ طيب، خلينا نتحدث عن أول شيء عن جهل المعنى المادي وجهل المعنى المعنوي للإمام الحسين. خلينا ندخل بهذه المواضيع، إذا دخلنا فيها بتعرفوا كيف تفصل العلوم، كيف الله عز وجل يفصل هذه العلوم، كيف الله عز وجل يخلق هذه العلوم على مستوى كل عقل. طيب، المستوى الأول الأرضي، والذي أريد أن أقرنه بالأئمة سلام الله عليهم. يعني شو؟ يعني بلشوا يطلعوا أصحاب المدرسة الذين يدعون العرفان، شو يقولوا؟ يعني من الحجة التي يلقوها على المدارس الأخرى، بيقولوا لهم المسألة بسيطة. يعني شو؟ يعني هو يتحدث في النورانية، نعم هذا شيء جميل، يتحدث في النورانية ونحن لا نستطيع أن نرى النورانية، عفوا، وهذه كلها مقامات، هي كلها مقامات، ونحن عقولنا عاجزة عن معرفة هذه المقامات. بيقولوا لك طيب هون شوف الحجة الأخرى، وهي حجة قوية جدا، بيقول لك طيب ما الإمام زين العابدين يبكي ويرتدي السواد، الإمام المهدي يبكي ويرتدي السواد، ألم يقل الإمام المهدي إنه يبكي أبكيك بلا الدموع دما؟ طب يعني شو يعني يبكي؟ يعني هذه سنة يجب أن تتبع، يعني نحن يجب أن نتبع هذه السنة، وما يقوم به الحداد هو شيء محرف، مظبوط ولا لا؟ فأصحاب المدرسة العرفانية يسكتوا، بيقولوا لك بروح بجيبوا لك مجموعة روايات وفض الشهداء وكذا وبينتهي. لا، هون بيبان العلم، هون بيبان صافي العلم. خلينا نفرق الموضوعين الأولين لحتى نوصل لما يريده الحداد ولما يريده أهل البيت سلام الله عليه. إذا اعتبرنا أنه الإمام الحسين والإمام زين العابدين وصولا للإمام المهدي هن مشرعين في الأرض، يعني شو؟ يعني هن نحن نستبد منهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نحن نأخذ منهم كامل العلوم وباطن العلوم. إذا هن ارتدوا البياض توقفوا عن البكاء وصاروا يفرحوا لشهادة الإمام الحسين، لأن الله عز وجل قربه بالشهادة، وهذا ما كان يريده الإمام الحسين نفسه. إذا احنا تابعنا كربلاء مظبوط، عاش بنفس اليوم العاشر، عندما نرى أن الإمام الحسين يقترب أكثر وأكثر إلى يوم استشهاده كان يتبسم. هلا اللي يقرؤون العزاء بيقولوا لك كان يبكي هون ويجي، لا مظبوط، كان يبكي في أماكن بس، ولكن كان كلما اقترب موعد شهادته كان يتبسم، كان ينظر إلى السماء فرحا، كان وجهه يتلألأ كالبدر، حتى فيه روايات في هذا الشأن. فهنالك شيئين مع بعض بيدخلوا بالحياة العادية، الشيء الظاهري والشيء الباطني. خلينا نشوف كيف نصل من الشيء الظاهري إلى الشيء الباطني. الشيء الظاهري الذي
يرتبط به الأئمة سلام الله عليهم، هو الذي يريدون أن يعلموه لإلنا. يعني شو يعني نستطيع بالدمعة أن نصل إلى رضا الله عز وجل. ومن هذه الأشياء التي أريد أن أقولها لكم، أنه لا زال الناس يرون السيدة الزهراء حتى الآن تبكي. السيدة الزهراء تبكي مع أنه الإمام الحسين موجود عندها، مظبوط. رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة والإمام علي وكل الروايات وكل الجن وكل الملائكة لما استشهد الإمام الحسين كانوا يبكون. طيب ما هو الإمام الحسين يذهب لأن عندهم، لماذا يبكون؟ هذا شيء جميل أنه يجي الإمام الحسين إلى من يحب وإلى من يحبون. كانوا يبكون ليس فقط لشهادة الإمام الحسين، كان يبكون لأن الدمعة تقربهم من الله عز وجل. شوفوا هذا مهم جدا، يعني لا زالت السيدة الزهراء حتى الآن تبكي على الإمام الحسين لما تحضر في مجالس موجودة هون. وصدقوني كل المجالس الموجودة تحضر إليها السيدة الزهراء. ويجب أن تفكروا، مش بتفكروا بالمعنى المادي الذي نريده. أنا إذا شرحت لكم هلأ البعد الرابع، البعد الرابع أيها الأحبة هو بعد الوقت، البعد الزمان والمكان مع بعض. إذا أنتم درستوا بالفيزياء العديمة هو البعد الرابع، يستطيع الإنسان بالبعد الرابع أن ينهي مسألة المكان، يعني في يكون بعدة أمكنة مع بعض بنفس الوقت، لأنه كله يتصل مع بعضه البعض، وهذا ما يسمى في العرفان بوحدة الوجود. بس ولكن أنا نفيت وحدة الوجود التي ترتبط بالله عز وجل كخالق، ترتبط بخالق، ولكنها ترتبط بنفس الله عز وجل التي هي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن شرحت من قبل، قلت النفس هي مخلوقة لله عز وجل. حتى لو قلنا نفس الله هي لازالت مخلوقة لله، حتى لو قلنا ذات الله هي لازالت مخلوقة لله، لأن الله عز وجل، الله الخالق، هو أرفع، هو أعلى وأرفع وأكبر من كل الكلام الذي يحتويه أي شيء. كل الكلام الذي يحتويه أي شيء هو أكبر شيء. وهذا تفصيل أحد الأسئلة التي تحدث عنها الأخ. يعني هلأ في سؤال وصل لي، إنه ما هو الفرق بين الله ولله وله وهو؟ الفرق بينهم هو معرفة الباطن أكثر وأكثر وأكثر وصولا لهو. هو اسم الذات المقدس الأعلى التي هو يرتبط مباشرة بدخول عدة أرحام مع بعضها البعض. شوفوا كيف تكتب هاء، الهاء كأنها دائرتين موصولة ببعضها، وهذا موجود في الجيومتر المقدس. والله عز وجل جعل الهاء في القلب وجعلها موجودة في الله، كلمة الله، والتي هي السيدة الزهراء سلام الله عليها، لأنها حملت كل هذا الكون وكل هذه الأشياء. والله عز وجل ربط هذه الكلمة كل واحدة على مستوى علم معين وعلى مستوى تشخيص معين. يعني هذه كلها علوم عميقة جدا لا أريد الدخول بها. طيب بمسألة نرجع للمسألة الأولى، مسألة العارف الذي كان يلتدي الأبيض، وكان عندما يذكر الإمام الحسين في الشهادة كان ينير وجهه وكان يبتسم، لأنه شيء يصل إلى فرح الإمام الحسين بالاستشهاد، كان يصل. فهؤلاء الناس صاروا يحاربون هذه المدرسة. طيب الحجة الأولى أنه أهل البيت كانوا مشرعين، مثل ما قلت لكم مشرعين في الأرض، وما يجب أن يقوموا به موجود على الأرض هو تشريع لنا نحن. يعني الدمعة من خلال التشريع الأرضي هي واجبة، الدمعة من خلال التشريع الأرضي هي واجبة جدا. وأي شخص لا ما بيكون عنده روحانية أو ما بيكون عنده منطق وهو يريد أن يصل مباشرة إلى مرتبة ذلك العارف النجار، بده يرتدي البياض ولا يبكي على الإمام الحسين ويبتسم، هو شخص جاهل بالباطن. ليه؟ لأن ما هذه المرحلة لا يقطعها إلا البكاء، لا تقطع بهذه المرحلة إلا البكاء. الجزع على الإمام الحسين، شوفوا الجزع العادي، خلينا نمثل الجزع العادي شو يعني. يعني لما الواحد يبكي بشدة، نحن أنا بقول لكم شيء علمي هلا، ولا أقول شيء يعني معلش، بلوني بصدر رحب. الجزع هو شو؟ هو الوصول إلى البكاء إلى مرحلة شديدة جدا جدا جدا، العقل فيها يسكر، على بيسكر كل شيء، وهو يتولى المهمة وبيرجع بيضحك نفسه. ها هو الجزع، مش الجزع الواحد يكون عم يبكي 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 بعدين يجيب عمود يخبط راسه فيه. لا، شوفوا يريدون أن إنه تعملوا الجزع تمثيلية فيها دم وكذا. لا، الجزع هو أن تبكي 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 وصولا إلى حافة الموت. لأنه شو؟ لأن حافة الموت موجودة، الله عز وجل. شوفوا، وأريد وأتحداكم بهذا الشيء، وأتحدى كل الناس الذين يرفضون هذه الفكرة. الله عز وجل خلقنا بطريقة لا نستطيع أن نقتل نفسنا بها، نفسنا لا نستطيع أن نقتل نفسنا بنفسنا، لا نستطيع إلا إذا باستعمال آلة خارجة عن النفس.
مثل السكين او الفرد او المسدس او اي شيء، لا يستطيع الانسان قتل نفسه. هلا انا اذا واقف انا وهيك في اقتل نفسي، طيب قال لي واحد اخنق نفسك، في اخنق نفسي بهذه الطريقه، في يحط اخنق نفسه، ماذا يفعل الجسد؟ الدم سوف يتوقف عن العقل، شو بيعمل العقل؟ ساعتها العقل بخليني انطفي، نام، مظبوط ولا لا؟ هاي الشيء مظبوط ولا لا؟ بينام، بغب على قلبه الواحد، مثل ما نقول نحن باللبناني، شو بيصير يعني؟ ساعتها ايدي بينزلوا عن الرقبة ويتولى الجسد من اول وجديد انه يرجع ينعش عقلي، مظبوط ولا لا؟ يعني الله عز وجل خلقنا بطريقة لا نستطيع ان نقتل نفسنا بها. فاذا نحن حزننا بطريقة فظيعة جدا وصولا الى الجزع، شو بيصير بالجزع؟ بيصير انه العقل يسكر كل اطراف كل شيء، يسكر كل شيء موجود فينا، وهو ياخذ التولي الامر ويجعلنا نضحك، يجعلنا نضحك، وهذا موجود موجود، اذا من شده البكاء اوقات الواحد بيرجع بيضحك، كانوا مثلوها بالافلام القديمه، من لانها موجوده ولكنها هلا غير موجوده لانه صاروا يحبوا دراما كثير. فالضحك شو يعني؟ يعني يريد ان الله عز وجل يخلقنا انه اذا نحن حركنا عضلات معينه بيرجع من اول وجديد الجسم يحيي نفسه بنفسه، فهو الجزع. فالانسان لحتى يقدر يرتدي البياض ولحتى يصير وجهه ينير في عاشوراء يجب أن يمر طول السنة بكربلاء، مش فقط في يوم كربلاء، يوم عاشوراء، يوم الإمام حسين، كل يوم يوم حسين حقيقي حقيقي. عندما تقول الله الله في قلبك، الله سوف يضع الإمام المهدي في قلبك والإمام الحسين. وأشهدكم على ذلك أنه الإمام الحسين موجود يوميا عند الناس. شو يعني؟ يعني بيجي بيقول لي الواحد أنا أقرأ زيارة عاشوراء فقط في الأيام العشرة، لا، يجب أن تقرأها كل يوم، كل يوم زيارة عاشوراء يجب أن تقرأ. ذكر الإمام الحسين مباشرة يدمع العين والقلب، مباشرة يدمع يعني من الداخل، بتلاقي قصة حرقة عم تطلع من جوا، وليس تمثيلي الموضوع، الموضوع ما في تمثيلي، هذا الإمام الحسين. فهذا الشيء يعني حتى نصل فيه إلى البسمة وإلى وصولا إلى النورانية، خارج النورانية، يعني شو؟ يعني الإمام المهدي أنت إذا شفته بالنورانية هو يضحك يبتسم لاستشهاد الإمام الحسين، لأنه وصل لتلك الحالة، لتلك الحالة العظمى، لأن الله عز وجل أراد ذلك من، وليس العكس، مش مثل ما نحن مفكرين أنه هذه الأشياء اللي كلها صارت على الأرض هي أشياء، هي أشياء يعني مش مدلة شوامية، هي وجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بس ولكنه نحن لما قلنا خلق كل شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا الله عز وجل كيف جعل رسول الله وأهل بيته تحت، للأسف في العالم الدنيا تحت هؤلاء الناس، تحت هؤلاء الناس، يعني يريدون أن يأخذوا منهم كل شيء، مثل ما كان حبتر الأول، حبتر الأول الملكوتي الذي في عالم الملكوت، حبتر يعني الموجود نحن، حبتر الأرضي الذي تعدى على السيدة الزهراء سلام الله عليها، هو صورة ملكوتية، هو صورة عفوا أرضية من الموجود في الملكوت فوق، في هنالك حبتر أكبر من الحبتر الموجود على الأرض. والله عز وجل جعل يعني هو يسمى إبليس على الأرض لأنه إبل ياسين، قلت لكم من قبل هذا الموضوع، بس ولكن على الأرض هو حبتر الأصغر الذي دخل إلى بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه، والذي للأسف كمان مدارس هلأ كان موجودة، كمان موجودة تنتشر أنه يقول الإمام علي بايع أو لم يبايع، شو بعدكم عم تحكوا أنتم بالبيعة وغير البيعة؟ عم لكم الزهراء وضعت نفسها وراء الباب لحتى الإمام علي ما يبايع، يعني أنت إذا أنت مقتنع وجبت لي روايات أن الإمام علي بايع، يعني أنت أصلا تقتل الزهراء مرة أخرى، يعني الزهراء أسقط جنينها وهي ذهبت إلى المسجد، وهن ذهبوه بالقوة للإمام علي وأرادوا أن يخدوا منه البيعة في القوة، حتى ما بدهم كانوا يعملوا بيعة، بس بدهم ياخذوا إيده فقط يسلموا عليه، ولكن الزهراء دخلت إلى المسجد ورفعت إيديها بالدعاء، وارتفع سقف المسجد، ارتفع سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلشت الدنيا تهز من تحت، ويعني بده ينزل غضب شديد لأن الزهراء رفعت إيديها. فشو قام حبتر الذي يعرفها من الملكوت فوق، حبتر قال إذا هلأ رفعت يديها بالدعاء أمير المؤمنين حيقتلني مباشرة، حتنتهي القصة مباشرة، حينتهي، لأن أمير المؤمنين سوف يقتل حبتر في عالم الرجعة. ما أنتم ما تفتكروا حبتر إبليس، هذا الإبليس اللي موجود هون، لا، هذا صور من صور حبتر، إبليس الموجود هون اللي عنده الملاءة، هودي الشياطين الحادمين وعنده العائلة وملا، هذه هذا صور من صوره،
أو للناس اللي هود أو اللي قتل الزهراء. حبتر الحقيقي هو الذي وقف على باب الزهراء. هو الصورة. والله عز وجل جعل الصور الملكوتية لأهل البيت سلام الله عليهم موجودة. فلذلك إذا بنلاقي مسألة الزهراء والدخول على المنزل هي مسألة موجودة في الملكوت، هذا معناة الحوت. موجودة في المحاضرة، أرجو منكم أن تسمعوها. هي معناة الحوت. لما وقف موسى عليه السلام ووصيه ليروحوا لقوا الخضر، وأنزلوا الحوت في البحر في الماء التي أحيته من جديد، وهذا الحوت هو ذاته اللي دخل فيه يونس. هل هو نفس الحوت ولا مش نفس الحوت؟ هل هو ذاته ولا مش هو ذاته؟ كيف يستطيع حوت مشوي أو مقلي أو اللي بدك إياه إنه يمشوا 40 يوم ليوصلوا لبحرين وبعده معفن؟ ما نحن بنسأل هالأسئلة، ليش معفن بعده؟ هنالك شيء مخفي في علم الأنبياء، هنالك شيء مخفي في علم الأنبياء، والأنبياء يعرفون هذه الحقيقة ويريدون نحن أن نعرفها بعد كل هذه السنوات. لذلك معرفة الإمام المهدي سلام الله عليه والأئمة الإمام الحسين يجب أن تكون بالنورانية، ولا نستطيع أن نصل بالنورانية إلا إذا بكينا طول السنة على الإمام الحسين وجعلنا الإمام الحسين في قلوبنا. فهمت كيف؟ إذا وصلنا لهذه النقطة نصل إلى مرحلة النورانية، ولا يصل إلى هذه المرحلة إلا من وقف أمام حبتر وأمام إبليس وأمام كل هذه الفتن التي تمر علينا حتى الآن. يعني هذه من الأشياء التي أريد تسليط الضوء عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.